شام تمرمو نه آخه بز العالم بطرانا مركب الخبز هون لك قديش طلعنا واستعفي بالأرض وقدر العالم بتعطي لحدا بتكبر منين الخبز عم يجي؟ مساعدات اللي فاتت للناس وانتو ما استلمتوا شي؟ لا لو في لو استلمنا شي في عينك ما كنا نجيب له الخبز وناكله من وين انتو؟ احنا من الحجر كل عمل هدنة الا الحجر ما عملت هدنة وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز لكن نحطه مع الشوربة عم نعمله كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربة المي على شوربة البهارات على بهارات الاندومي والماجي قد ايش صار لكم على هالوضع؟ أنا فترة على شئنا سنة أهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا وعصيت ومعها هدف ترعينا ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة وأبي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته إنه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معه شيء يثبت قديش عمرك انتي؟ عمري 10 سنين شو بتتمني؟ بتمنى يرجع على وضع مثل ما كانت ناكل كل شيء ونشبع مو مثل هلا الواحد ينام جوعان يفيق جوعان ما عدتم ما بتاكل بتاكل من هون بتجوع من هون ما تستحمل العيش امي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر اسا بيصبر بالجوع وبهالشي بيصبر اسا يعني انتو ما معانا حدا معانا الله يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ بوجه لشي ما بلا كلنا طلع تركنا شو مين ضل معنا؟ كنا عائلة الخطيب رحنا ما أكبره بس كله طلع تركنا هون ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه